وانا الحقيقه وانا بدور انا وزمايلي في الاعداد من كام سنه، من سنتين تقريبا، كان هناك مباراه للسوبر الافريقي ما بين النادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا ونادي نهضه بركان بطل الكونفدراليه 2020. طيب ايه اللي حصل؟ كان الكابتن محمد فضل عضوا لمجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم او اللجنه الثلاثيه، اللجنه الخماسيه التي كانت بتدير الاتحاد المصري لكره القدم، وعندما سئل على مكان اقامه المباراه كشف، اهو انا جبت لحضراتكم، كان في جريده الشروق الكابتن محمد فضل قال السوبر الافريقي سيلعب يوم 10 ديسمبر. فين يا كابتن فضل؟ في القاهره. والاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه في ذلك الوقت قال هذا الكلام، كشف محمد فضل عضو لجنه الاداره اتحاد كره القدم الذي سيقام في القاهره حسبما قرر الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف. وقال فضل في تصريحات تلفزيونيه لقناه صدى البلد مباراه كاس السوبر الافريقي ستقام يوم 10 ديسمبر القادم في القاهره، واضاف هو موعد مباراه السوبر في ظل الارتباطات المكثفه. ايه اللي حصل بعد هذا التصريح؟ هتقولي اللي حصل بعد كده يا شباب. أنا بجيب لحضراتكم وقائع مسجلة وموثقة وقرارات للكاف برضه، بس اتغيرت عادي خالص. اتغيرت عادي ليه؟ مش عارف. نهضة بركان يعلن رفضه مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي باستاد القاهرة، على الرغم من أن العرف المتداول في أفريقيا في العشرين سنة الأخيرة ان الماتش بيتلعب، ماتش السوبر بيتلعب في ملعب بطل الدوري، وكان في كورونا واجراءات احترازيه وكلام من هذا القبيل. هل عندما يعترض نهضه بركان يحق له الاعتراض؟ نهضه بركان نادي كبير وعظيم وعلى دماغي، لا اقصد شيء، ولكن هل عندما يعترض نهضه بركان ورئيسه اللي هو رئيس يعني اللي هو جزء من الاتحاد الافريقي أو يعني رئيس الاتحاد المغربي في رئيس نادي أو أكبر مشجع لنهضة بركان هو رئيس الاتحاد المغربي، وكان رئيسه لفترة طويلة جدا الأستاذ فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم. هل عندما يعترض فريق نهضة بركان اللي لو بصينا لبطولاته وهو نادي كبير وعظيم، انا بتكلم بالارقام، لو بصينا لبطولاته الافريقيه لا تصل الى في غير الكونفدراليه مره واحده تقريبا، يعني انا ما بصيتش لكن تقريبا ما فيش غير الكونفدراليه مره واحده. ولكن عندما يعترض النادي الاهلي على شيء منطقي، انا مش عايز حاجه، انا كل اللي انا عايزه ان انا هو النادي الاهلي لسه ما نعرفش موقفه الرسمي هيبان خلال الايام اللي جايه، ولكن انا كواحد من الجمهور الحقيقه عندي حرقان، يعني مش عايز اقول لحضراتكم الواحد من ساعه ما سمع الخبر ده وهو متضايق قد ايه. طيب ايه اللي حصل في ماتش السوبر ده؟ اتاجل ست شهور، كان في مايو، اتلعب في مايو 2021 في قطر. انا بقول لحضراتكم حقائق، انا ما بقولش حاجه ثانيه لغايه دلوقتي، انا ما بقولش حاجه ثانيه. وزي ما سألت سؤال في الأول، هل كان هناك أحد الأندية تم وعده بأن هنعوض لك المباراة دي النهائية دي وبالتالي ده بيحصل دلوقتي؟ أنا بسأل، معرفش، أنا معرفش إيه الإجابة ومعرفش هل ده صحيح ولا مش صحيح.